اهلا بحضراتكم من جديد. كل ده كان ليه؟ لان اتحاد الكره عايز يكسر اراده الاهلي. ده مش رايي، ده الراي اللي قاله الاستاذ نبيل عمر، الى ان وصل الى هذا التهريج اللي هو صنعه، وده راي الاستاذ جلال عارف. واصبح الاتحاد في موقف لا يحسد عليه، هو اللي المفروض يخرج الكره المصريه منه، وده كان راي الدكتور عبد المنعم عماره. حد بعت لي بيقول لي الكابتن شوبير بيقول الكبار في الاهلي والزمالك يقعدوا مع بعض ويحلوا المشكله. طب هي المشكله بين الاهلي والزمالك تاني؟ ومش في اتحاد بيدير اللعبه؟ هو اللي عمل التبديله بين ناديه وسوسو، بلاها ناديه خد سوسو، بلاش دوري العب كاس، كان الاهلي ولا الزمالك؟ كان اتحاد الكوره. كان اتحاد الكوره يا كابتن اللي المفروض يصوب الخطا، واللي المفترض لا ينصاع لاراده حد ضد حد، واللي المفروض ينحاز لكلمته هو وجدوله هو اللي ألزم الأندية بيه. لكن أغير عشان إرضاء نادي ضد نادي وبعد كده معلش نقعد بعد ونطبطب على بعض وحصل خير، ده ممكن يبقى خير؟ هل بهذا الشكل ممكن تدار الكرة في مصر؟ هل بهذا الشكل نقدر نوصل لمسابقات منضبطة ومحترمة؟ هل بهذا الشكل أحافظ على حالة المزاج العام لدى الجماهير إن الكل يشعر بالعدالة ويتخلص من أي أسباب للاحتقان؟ مش هو ده العدل؟ مش أنتوا اللي حطيتوا الجدول؟ مش أنتوا اللي طالبتوا الأندية تلتزم بيه؟ مش أنتوا اللي غيرتوا بمعايير مختلفة؟ لما تيجي تقول لي لازم الأندية تلعب مع بعضيها قبل مباراة العودة تطبقها على الأهلي وبيراميدز مع الزمالك وتتجاهلها مع الأهلي والجونة والإسماعيلي؟ مش ده اتحاد الكرة أو دي لجنة المسابقات؟ مش المفروض لجنة المسابقات لما تحط جداول وتطلع توصيات في مجلس إدارة للاتحاد يرفضها أو يقبلها يلغيها أو يثبتها؟ الدعوة إلى أعداد العرب مش هتحل الكورة ومش هتخلص كل أساليب الفوضى ديت. طبقوا النظام على الجميع بما فيهم الأهلي، بس يبقى النظام مش الإيرادات المملاة من نادي ضد الأندية التانية أو ضد طرف بعينه، أو إن أنتوا تبقوا شايفين الهدف قدام عينيكم، إن الهدف الواضح والصريح كسر إرادة الأهلي بالشكل الواضح والصريح والذي لا يقبل أي تعبيرات أخرى وتوافقوا عليه، لمجرد إنه خلاص يعني نفذوا. يتمسك الأهلي بحقه الطبيعي، لو بيتكلم بره حقه وبره المنطق وبره العقل وبره اللوائح قولوا لي هي غلطه فين. لكن لما يتمسك بهذا الحق الواضح والصريح كمان ما اعتقدش الدعوه الى قعده عرب هي اللي ممكن تحل. استاذ ابراهيم، مساله واللي يدلك على ان هي المساله مساله الضغط على الاهلي تستفزه عشان يعمل قرار، ما فيش قرار كويس في الموضوع ده بالمناسبه. يعني لعبت او ما لعبتش كل حاجه ليها سلبياتها، لكن فكره انك تقعد تقول هو الاهلي خايف، هو الاهلي خايف، الاهلي خايف اذا كان بيقول لك انا الماتش هلعبه بس في الدوري زي ما انت كنت مقرر. خايف من ايه؟ هتقول لي الكاس والدوري، ده دلوقتي فرصه الاهلي في الدوري تهمه اكتر بكتير قوي من الكاس يعني. فمساله انك انت تبتزني او تستفزني بكلمه خايف دي يعني حاجه تانية. طيب، ليله امبارح الزمالك اتعادل مع بترو اتلتيكو الانجولي، ونتمنى للزمالك ان شاء الله انه يستفيق في هذه المجموعه وباذن الله تعالى يواصل مسيرته في الكونفدراليه بشكل احسن ويقدر ينقذ فرصه، ولا زالت الفرصه بالنسبه له قائمه. والاسماعيلي حتى رغم التعادل في الاسماعيليه مع قسنطينة الجزائري انما يقدر ان شاء الله ينقذ فرصه في المجموعه في دوري الابطال. نتمنى ان شاء الله ان الكل يكمل الى ابعد حد ممكن، وانه الاهلي حقق دور الابطال والاسماعيلي يكمل لاطول فتره يقدر عليها، والزمالك ان شاء الله يواصل مسيرته في الكونفدراليه ويا رب يكسبها، لانه السنه دي سنه تنظيم مصر لكاس الامم الافريقيه، مهم جدا ان البطولتين ينتهوا قبل كاس الامم الافريقيه والانديه المصريه في افضل حاله فنيا، ده مطلوب وده اللي بيصب في صالح الكره المصريه. عشان كده بعد تعادل الزمالك الصادم لجماهيره، لو الزمالك يا استاذ ابراهيم كسب بترو اتلتيكو الماتش الجاي خلاص خلصت،
هيقدر يواصل عدل فرصه، يبقى عدل فرصه طبعًا. مش خلصت، يبقى عدل فرصه بنسبه كبيره. هيقدر، هيجي له الفرقتين عنده وهيروح الجزائر اخر ماتش بقى، هيكون هو الجزائر ممكن يتأهلوا يعني. الوضع اللي كان الزمالك فيه رجع الكل يتذكر، هو انتوا لما كنتوا بتتكلموا على ان الاهلي بتتأجل له مباريات كنتوا فاهمين ده طرف ولا رايح الجنينه يلعب؟ كل الانديه بتتكلم عليه ولا بيتسلى؟ الاهلي بيعاني في دوري ابطال افريقيا من مواعيد مضغوطه وسفريات صعبه جدا، ويلعب هناك يوم الاحد ويرجع الاثنين فيلعب هنا الاربع. مش ده الجدول اللي ماشي بيه الاهلي واللي بقى عنده مستشفى كامله من المصابين؟ لما الزمالك شارك في البطوله الافريقيه وتاهل لدور المجموعات هذه المره وبدا يلعب بهذا الجدول المضغوط شأن الأهلي اللي شغال عليه بقاله سنتين، بدأ الزمالك يدرك إن الموقف صعب. وكان مطلب رئيس الزمالك امبارح في تأجيل مباراة المقاصة في الكاس على حق. نسمع رئيس نادي الزمالك. أنا النهاردة اتفقت مثلا، أنا الأهلي واتفقت مع بيراميدز، الماتش اللي جاي ده هنأجله عشان ظروف الأهلي أو بيراميدز. نعم. ده ما احنا اتفقنا احنا الاثنين، مظبوط؟ خلاص اتحاد الكوره مش جاي هنا بس الكرماج. طيب انا كزمالك والمقصه، المقصه عندها ظروف هتلاعب اعتقد الانتاج بعدين ب 48 ساعه، وانا مسافر وعندي مهمه قوميه، والاخ عامر بيقول لك اصل انا بريد ارافض ليه؟ عشان الاهلي ما يزعلش. هو انا كل حاجه الاهلي يزعل؟ يعني انا كلمته طبعا، انا مريد اول مره اشوف رئيس الاتحاد قافل تليفون على طول، مش فاضلنا، هو مش فاضي، ما انا مش فاضي امشي. يعني انا النهارده تليفوناتي كلها مفتوحه، انت احمد بتكلمني شوف الساعه كام وتلاقيني صاحي الساعه 4 الفجر، الساعه 4 الفجر وبترد على الناس. انا مريد افكر نفسك ايه؟ ما بتردش على الناس ليه؟ الله، لما رئيس نادي وانت عندك خاصيه تمام يا اخي، ده جمال علام بصراحه. لا هو هتقول بقى جمال علام الراجل المحترم اللي كان بيرد على كل الناس. فاذا كان محمد عبد السلام عمل بيان وقال يا جماعه انا عايز اجل الماتش بتاع الدوري بتاع الكاس، بتاع الكاس يوم الاربعاء، يوم الاربعاء الجاي، في ظروف صعبه محتاج الاولاد يعني يستريحوا، هي شغل بلطجه. ما انا مش هي بلطجه، هو انت خاطف دوري وكاس وخاطفنا؟ الله، انتوا مين؟ انتوا كلكم على بعضكم كده مين؟ ما انا مش فاهم. اخي عامر يقول لك اصل الاهلي هيزعل، انا هو ما هو الاهلي لو اتفق مع بيراميدز على الماتش ما يعملوه. وحضرتك مش وحضرتك مش هتعترض كزمالك، مش هتعترض. لا انا مظبوط، انا مالي، صحيح. انا مشكلتي ايه؟ الاهلي لو بيراميدز اتفقوا مع بعض انهم يطلعوا من الدوري يلعبوا كاس، دي مشكلتهم مع بعض، ده متفقوا مع بعض. الكلام واضح جدا، هو شايف، واحنا قلنا هذا الكلام على فكره هنا، قلنا ازاي الزمالك هيلعب 27 او 28، كنا متصورين هيلعب 28 وهيسافر ويلعب بعديها بيومين الماتش، يلعب 27 يوم الاربعاء ويسافر، واصبح النهارده الماتش اللي جاي للزمالك هو اخطر مباراه يمكن طول السنه، لان الماتش ده عنق الزجاجه، لو كسبه يقدر يكمل. طيب الزمالك عندما يطلب تأجيل هذه المباراة على حق؟ طبعا على حق. طب واتفق مع المقاصة على هما الاثنين، خلصت مفيش مشكلة، ما عندكش أزمة. لكن التخوف بقى من الأهلي زي ما هو قال كده، ما هو يبقى المسألة مش مسألة منطق هنا، مسألة إن أنت عايز تفوت كل فرص الاعتراض المنطقية بتاعت النادي الأهلي، مش عايز تديله ولو سبب واحد يستند إليه وانه يبقى عنده حق. لكن المذهل في الموضوع مش كده، ان كل هذه الغضبه وكل هذه الانتفاضه لصالح نادي الزمالك في خلال ساعه واحده تتبدل الى النقيض. طيب رئيس نادي الزمالك زاد في كلامه كمان انه عشان الزمالك محتاج للفوز على بطل انجولا لازم المباراه تتاجل. نشوف. ده كلام يا جماعه ما ينفعش، لا في رياضه ولا في كباريه ولا في اي مصيبه. نعم تمام،
انت شايف النهارده الزمالك عنده مهمه زي ما الاهلي عنده مهمه، تمام؟ والمفروض لو ما كسبش الماتش بتاع يوم الاحد ده في انجوله طلع. صحيح. وانت بتساعدني ولا بتكسرني؟ لا يا فندم معلش معلش انا باسف ان انا بقاطعك، بس في واقعه مهمه جدا وهي قريبه، ان الاهلي لما كان بيخوض دوري ابطال افريقيا في مبارياته امام الترجي التونسي واللي قبلها في الدور قبل النهائي كان كل المباريات بتؤجل، بدليل ان الاهلي لعب اخر مباراه مؤجله ليه امبارح اللي هي مباراه الجونه، وكان الحجه ان النادي الاهلي بيلعب في مهمه وطنيه. نفس القصه نادي الزمالك دلوقتي ومباراه المقاصه في دور تاني غير دور اللي بيلعب فيه النادي الاهلي وبيراميدز بالمناسبه، يعني الزمالك سابق بدور هو والمقاصه، فطبيعي جدا. اقول لك حاجه يا استاذ احمد. ايوه. دلوقتي استاذ محمد عبد السلام عمل بيان قال يا جماعه عايز اجل. واحنا قلنا موافقين على التاجيل، هو عنده ظروف وانا عندي ظروف. نعم. هو مش انت عايز مني ايه؟ انت عايز جماهير الزمالك تنزل لكم الشوارع؟ ما انا مش فاهم انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ ولا عشان جماهير الزمالك جماهير محترمه. محترمه. عارفه يعني ايه بلد ويعني ايه دوله ويعني ايه الظروف اللي بتمر بيها البلد. بس مش كده. لا ما تقولوش سوا علينا كده. خلاص الاهلي رئيس الاهلي يعمل شكوى ضد رئيس نادي الزمالك في اتحاد الكوره، رئيس الزمالك يتوقف 3 اشهر. يا سلام. ومجله الزمالك، مجله الاهلي وقناه الاهلي لازم اشتمها في رئيس الزمالك واتحاد الكوره عمال يضحك. لا مفيش حد هنا في البلد عنده ريشه. الريشه الوحيده اللي في البلد هي القانون، هي العدل. نعم. انا النهارده عندي ماتش مهم وصعب في انجولا. المسافه 11 ساعه في الطيران. فقلنا هنجيب طياره خاصه تقعد 7 ساعات. الله، العب انا يوم الاربع واسافر يوم الخميس والعب يوم الجمعه ولا يوم الاحد، ده يرضي مين ده؟ فانا عرف ده انا يعني ابو ريده. ده فعلا جدول ما يرضيش حد. لكن فيما يخص مجله الاهلي كل الناس بتشوف مجله الاهلي لو كان فيها اي خروج عن النص او اي خروج عن اداب المهنه وقيمها، انا شخصيا كرئيس تحرير طلبت بشكل قاطع في خطاب للمجلس الاعلى للاعلام التحقيق معايا، وبعت لهم كل نسخ المجله عن سنه كامله. فالزج دايما وابدا انه مجله الاهلي بتشتم، طب هات المجله وشوف اللي فيها. على دي الجزئيه اللي بين قوسين. لكن الزمالك معاه كل الحق في المطالبه بتاجيل هذه المباراه. 11 ساعه طيران لانجولا. مباراه مصيريه ومهمه جدا ومؤثره على فريق مصر بيلعب في بطوله يحتاج ان الكل يسانده. مناشدة رئيس نادي الزمالك بكل هذا العنف على اتحاد الكورة، اتهاماته لرئيس اتحاد الكورة بهذه اللغة اللي ما اعتقدش رئيس النادي الاهلي صدرت منه أي شيء مثل هذه التصرفات. مش بنقارن، لكن بنقول إنه كل هذا الغضب مبرر ومفهوم لأنه الزمالك محتاج يأجل هذه المباراة. وأيضا اتفق مع المقصة. طب فين المشكلة؟ عارفين المشكلة فين؟ المشكلة انه الزميل العزيز سيف زاهر في اون سبورت لما استضاف الاستاذ وليد هويدي مدير الكرة في المقصة نشوفه قال ايه، وارجع اقول لكم بعديها لا بقت 11 ساعة طيران ولا بقت فيه مشكلة خالص. لا طبعا ما حصلش تواصل مع الحاج عامر في الموضوع ده. احنا بعتنا الطلب ده بناء بعد ما موضوع لما لقينا ان النادي الزمالك قال لو طلب المقاصه التاجيل احنا هنوافق، فتقدمنا بالطلب. تمام. دي بترجع بقى للحاج عامر، لكن احنا قصتنا بعيد عن قصه الاهلي وبيراميدز، واعتقد ان يعني ديت حاجه بتاعت حاجات اعلى من اتحاد الكوره، يعني هي اللي تتحكم في الموضوع ده. بس هي الامور خلاص بقت متعلقه ببعض، لو اتاجل المقاصه والزمالك هيبقى من الطبيعي ان ياجل الاهلي وبيراميدز، يعني بروح حتى المساواه. يعني احنا عموما في اي وقت جاهزين لاي حاجه، لكن احنا بنقول لو امكن ما امكنش خلاص. يعني انت مقدم الطلب وبغض النظر عن الرد انت جاهز تاجل ماشي هتلعب ماشي؟ لا يعني مش حكاية ان انا جاهز، انا جاهز ان انا بنفذ التعليمات او بنفذ اللي بيحطه اتحاد الكورة. شئت ام ابيت هنفذ، صح ولا لا؟ صح. فبالتالي برضو الامر ما يسلمش عشان ما حدش يقول ان ما تقدمش بطلب للتأجيل. ان شاء الله باذن الله يعني نتمنى الهدوء ونتمنى الامور تعدي بشكل كويس يعني. ان شاء الله ربنا ان شاء الله
يكتب اللي فيه الخير في الفترة اللي جاية ديت إن شاء الله. طموحاتكم إيه السنة دي مع مصر المقاصة؟ والله يا كابتن سيف أنا برضو من الأول إن إحنا طموحنا في المربع الذهبي، وإن الحمد لله يمكن برغم التعثر في الفترة اللي فاتت ديت قبل ما نتجاوز المرحلة ديت ونحقق مكسب مع دجلة والتعادل مع شفتوا ليه اللي حصل حصل؟ الكابتن سيف زاهر لما قال للاستاذ وليد هويدي ما معناها كده يبقى خلاص المشكله اتحلت. ازاي؟ المقصه طالب ياجل مباراته مع الزمالك في الكاس والاثنين توافقوا. هل مطلوب انها تتحل؟ لا هيلعبوا الاربع. يبقى يوم الخميس كمان مباراه الاهلي وبيراميدز تتاجل. اللي اعلن ده او اللي نوه للحل ده عضو في مجلس اداره اتحاد الكوره. لكن ما ان قيلت واتطيرت على السوشيال ميديا فجأة للزمالك بقى عنده مشكلة في 11 سفر طيران ولا في مطلب لتأجيل مباراته مع المقصة ولا في هجوم على هاني أبو ريدة وأحمد شوبير ولا بقى عامل حسين مجرم ولا بقت في أي مشكلة. فجأة جاءنا البيان التالي، نادي الزمالك وافق على أن يلعب مباراته مع المقصة ويرفض التأجيل. يرفض موقف تاني بقى. طلع وليد هويدي وطلعوا بتوع المقاصه النهارده يقولوا يا نهار اسود، ده احنا كنا وافقنا، ده كانت راحه لينا احنا. لكن انا برضو هنا مش معني بتفسير لماذا لم تعد هناك مشكله في 11 ساعه طيران ولم يعد هناك مبرر للتاجيل، لسبب انه سيف زاهر اعلن انه كمان ماتش الاهلي هيتاجل، يبقى ضاعت فرصة كسر إرادة الأهلي. الحق نضحي. وده اللي حصل. يعني كله ده السيناريو اللي الناس تابعته امبارح. أين صالح الكرة المصرية هنا بقى؟ أين تكافؤ الفرص؟ أين حتى الحقوق؟ يعني في واحد يعني أنت عارف ما كان في تشنيعة زمان كده بيقول له تطلب إيه؟ عشان كل ما يطلب طلب جاره اللي بيكرهه يقول له ما تجيبلوش كذا. لا وانا مثله عايز قده مرتين، فقال يا رب اخرع لي عين عشان التاني يتشال عينين الاثنين يعني الى هذه الدرجه انت تتغاضى عن اي مصالح واي حقوق لمجرد تكسر اراده الاهلي لرغبه البعض. شفتوا وضوح اكتر من كده؟ بمنتهى الوضوح اديكوا شفتوا الهدف كله ازاي تلوي عنق الاهلي، زي ما قال كل الساده الافاضل اللي احنا عرضنا رايهم، الاستاذ نبيل عمر، الاستاذ جلال عارف، الدكتور عبد المنعم عماره، هو ده الهدف في كل اللي تم عرضه، لدرجه انه بعد المطلب اللي انا بقول لكم مشروع وموضوعي جدا، لعيبه الزمالك مجهده، عندها سفريه لانجولا، خارجه من مباراه، ده احنا هنا من شهر اثرنا هذا الكلام يا استاذ، عندها تحدي صعب في انجولا، تحتاج راحه، ما ينفعش يلعب الاربع ويسافر الجمعة ويلعب الحد، ده جدول غير منطقي في سفرية طويلة زي كده. احنا تضامننا مع هذا العرض المنطقي اللي رئيس الزمالك قاله، بس كمان لما بسرعة كل حاجة تتغير لمجرد ان عضو اتحاد الكرة يلمح الى انه بكده مباراة الاهلي وبيراميدز هتتحل، يبقى لا. الو كما كنت يروح الاهلي، ده اللي حصل. والنهارده يطلع المهندس احمد مجاهد في الاذاعه، احنا مش هننصاع لرغبات الانديه، مش هنعدل اي مواعيد، الاهلي مش هيمشينا على مزاجه، اللي مش عاجبه ينسحب. دي خلاصه كلمات احمد مجاهد المتحدث الرسمي لاتحاد الكره اللي البعض بعتها لي. اذا صحت هو انتوا المشكله ان انت تعدي الماتش للاهلي، هي دي المشكلة؟ طب واللي انت عملته النهاردة ايه؟ العرض اللي انتوا شفتوه قدامكم اللي احنا جبنا لكم الجواب بتاعه لغاية النهاردة الاثنين، النهاردة وانتوا بتتكلموا بتعدلوا للانتاج الحربي والمقاصة والنجوم والاتحاد السكندري. هي بس المسألة بالنسبة لكم الاهلي؟ فقط انتوا بتنفذوا رغبة كسر إرادة الأهلي؟
هو ده الدرس اللي انتوا اتعلمتوه وهو ده اليمين اللي انتوا حالفين عليه في اتحاد الكوره؟ فقط لما يتقال النهارده في الاذاعه في كتير من البرامج نرفض كل الضغوط، مش هنأجل للاهلي، مش هنعدي المواعيد، احنا مش 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 هننصاع لضغط الانديه، اللي مش عاجبه ينسحب والجوابات تروح للاربع انديه اللي انتوا شفتوا صورتها النهارده، واتمنى ان هم يكذبونا كاتحاد ان الجوابات دي مضروبه. لكن لما تبقى لغايه النهارده بتعدل وبترضخ وبتنفذ عشان حاسس ان الانديه عندها مشكله فعلا، انت اللي السبب اللي انت اللي عملتها، لا كده الهدف الوحيد والواضح من هذا التهريج كسر اراده الاهلي. هل لديك اقوال اخرى؟ اقوال ايه؟ انا بقيت اخاف اتكلم، خايف من نفسي، انا في حاله يعني استفزاز غير مسبوق. انت الناس اللي بتعمل كده انا عارف دماغها وعارف عندها لكن لم اتخيل اطلاقا اطلاقا ان دي تبقى موقفها وتضرب بعرض الحائط ومصلحه مصر ومصلحه الكره المصريه لمجرد استقواء واستعراض قوه. في لحظه لم يستعرض النادي الاهلي في قوته خالص. هو قال لك انت اديتني جدول احترمه. ما قالكش انا عايز كذا خالص. الاهلي لم يكن للاهلي اي طلبات. الاهلي ملوش طلبات عشان تقول مش هنرضخ للانديه. الاهلي رفض انك انت تعدل بس. اللي انت بعتهولي لسه ولم يطرأ في الظروف ما هو يستدعي. وقال لك طب قول لي انت اجلت ليه وقول لي عملت ليه. انت غير معني بالرد. لا في شيء غامض الايام هتثبته. لا شيء غامض، كله ظاهر. يعني ايه اللي يخلي احمد مجاهد ياخد هذا الموقف؟ مجلس اداره الاتحاد. انا يعني الموقف لا احمد مجاهد ولا سيف زاهر ولا عامر حسين ولا احمد شوبير، الموقف مجلس اداره الاتحاد. ده توجه. التوجه ليه؟ ضد الاهلي. ليه؟ لارضاء نادي بيراميدز. مش فاهمه. لارضاء نادي بيراميدز. لم يعد في الامر شيء متغطي، الامر المساله كلها على الترابيزه.